معنا عبر الهاتف رئيس اللجنة الوطنية لتقدير إنتاج التمور أستاذ عودة صبرنا. مساء الخير أستاذ عودة. مساء النور أستاذ عودة. يعني خلينا نحكي في البداية، ما هي المعايير التي تعتمدوها في تقدير إنتاج التمور في البداية، ومن ثم نحكي عن تقديركم لإنتاج التمور خلال هذا العام، موسم هذا العام؟ هو تقدير التمور يعني ما في معايير، هو زيارات ميدانية بيكون فيها طاقم من المهندسين المدرب بيعمل على تقدير كمية الثمار على الأشجار، كمية الثمار على الأشجار. نعم. وضمن استمارات محددة ومعادلة حسابات بحسب قديش متوقع يكون عندنا تقدير تمور للموسم الحالي. وموسم الحالي كيف هو؟ يعني نحكي عن موسم التمور في هذا العام مقارنة بالسنوات التي سبقته. الحمد لله رب العالمين، الموسم الحالي كان موسم إن شاء الله أنه موسم جيد وخير. توقعاتنا أن يكون عندنا 14,900 طن بمقارنة من العام. العام كان عندنا 12,400 طن، الحمد لله في عندنا حوالي 2,700 طن زيادة. ونتمنى أن يكون يعني يستمر الموسم على خير، تمشي الأمور جيدة في نضج التمور حتى يتمكن المزارع في عملية الصرف والمحافظة على المحصول. أستاذ عودة، يعني ما هي التدابير التي يتم اتخاذها، يعني بنحكي من الجهود المشتركة من قبل وزارة الزراعة، أيضا نحكي من قبل المحافظة نفسها في الأغوار، المزارعين أيضا والجمعيات التعاونية في دعم إنتاج التمور في فلسطين؟ طبعا دعم إنتاج التمور بيكون خلال توفير المستلزمات القطف وتوفير الأماكن للعمال، ومن كان من خلال يعني دعم جمعية النخيل، دعم جمعية النخيل في أريحة بصناديق حتى يتم جمع النخيل التمور من خلالها. وبغير هيك تعمل وزارة الزراعة على فتح آفاق جديدة للتسويق الخارجي حتى نسوق منتجنا ويكون تسويقه جيد، بالإضافة للنقطة الأهم إن بتعمل وزارة الزراعة على الحفاظ على التمور من التهريب من الجانب الآخر ومن الاعتداءات من قبل الاحتلال. هل هناك أي أفاق في خلق شركات لدعم قطاع التمور على مستوى خارج فلسطين؟ نعم، فلسطين هي عضو في مجلس الدولي للتمور، وحاليا بشتغل في مجلس الدولي للتمور على أننا ندعم التمور الفلسطينية من خلال فتح أسواق ومن خلال الدعاية للتمور الفلسطينية، وبالإضافة لبعض الأبحاث العلمية لحل بعض المشاكل الموجودة. وراح تعمل وزارة الزراعة على حل مشكلة المياه الموجودة، أو بتعمل يعني بالتعاون مع الشركاء على حل مشكلة المياه. يعني هي بجزء القطاع التمور وزراعة النخيل هي من المزروعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. كيف يمكن حل هذه المشكلة وشح المياه في منطقة الأغوار؟ يعني بتعمل وزارة الزراعة إن شاء الله، وتعرف زي ما أعلن رئيس الوزراء عن بدء في عمل السدود، ورح حاليا يتم دراسة عمل السدود، بالإضافة إلنا وزارة الزراعة تشتغل على نقل المياه من بعض الآبار اللي تاب على شركات حكومية لمزارع المزارعين حتى نحاول نوفر لهم كمية أكبر من المياه. طب أستاذ عودة أيضا في الختام، يعني ما هي أكبر تحدياتكم حاليا غير شح المياه ونقصها؟ هي أكبر تحديات حاليا هو في التسويق، وأننا نسوق منتجات السنة عندنا الحمد لله كمية منيحة وكمية وفيرة، احنا مستهلك منها حوالي 8 طن أو 4 من 6 إلى 8 طن مستهلك، فالفائض عندنا تقريبا من 6 إلى 8. رح نشتغل على أننا نسوقها خارجيا ونصدرها على الدول الصديقة ودول بينها وبين التعاون. هو أكثر يعني أكثر هو أن نسوق، وتدرس وزارة الزراعة إمكانية تحويل المنتج لمنتجات أخرى. شكرا جزيلا لك، كنت معنا
السيد عودة صبارنم رئيس اللجنة الوطنية لتقدير إنتاج التمور، شكرا جزيلا لك.